بسبعين فريضة، وأجر النافلة فيه بأجر الفريضة. الآن نحن نصلي صلاة الظهر نأخذ مثلا 27 درجة، الآن ليس 27 درجة في رمضان ضرب 70، تضاعف هذه 27 تضرب في 27 درجة. أما لو صلينا ركعتين تحية المسجد مثلا فإننا نأخذ على هذه الصلاة بإذن الله درجة 27 درجة. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. أجر الفريضة فيه بسبعين، وأجر النافلة فيه بأجر الفريضة. هذا الشهر أيها الإخوة شهر غلق الله فيه أبواب النيران وفتح فيه أبواب الجنان، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر الجنة في رمضان يقول لها تزيني لعبادي الصائمين يوشك أن يخرجوا من عناء الدنيا إلى راحة الجنان إلى جنة الفردوس إن شاء الله. تحضير لخطبة الجمعة هذا يعتمد على ثقافة الخطيب، ثقافة الإمام، يعني ليست تحضير آني، يعني في تلك اللحظة يبدأ الإنسان يوزع كتب ومراجع، لا، لابد أن يكون الخطيب عنده ثروة ثقافية يعني مسبقة من خلال مطالعات من خلال كذا، هذا هو الزاد الحقيقي للخطيب. ثم بعد ذلك يختار للخطيب الموضوع المناسب والذي يراه يخدم قضايا الأمة، يعني من خلال مثل مناسبات معينة، من خلال قضايا حساسة تمس بواقع المحيطين بالمسجد أو أهل البلدة، وساعات في بعض الأحيان تمس قضايا وطنية، هذه كلها من دور الإمام أن ينبه. طبعا خطبة الجمعة من طبيعتها يعني خصائصها أنها موجزة، ولذلك تكون فيها إشارات إلى أهم النقاط وبالأدلة الشرعية، لأن نحن نبلغ دين لله سبحانه وتعالى ولا نبلغ آراء شخصية، إنما نبلغ دينا يجب أن نلتزم فيه بشرع الله تبارك وتعالى. هذا الشهر جمع الله فيه أركان الإسلام كلها، فشهادة التوحيد نرددها في الأذان ونرددها في إقامة الصلاة. اقتراح الموضوع عادة يكون يعني في بداية أيام الأسبوع، يعني من السبت لحد الاثنين يكون الموضوع يعني في ذهن الخطيب، في ذهن الخطيب، فيبدأ خلال الأسبوع يعني بمطالعات يعني معينة في كتب، ضبط بعض المفاهيم، ضبط بعض الأمور الشرعية، حتى إذا تكلم الخطيب بهذا بمعنى معين يكون على الأقل كلامه مضبوط يعني بنصوص شرعية، ويكون ليس هكذا يعني اجتهادات شخصية. طبعا هذه المعلومات يعني خلال الأسبوع تجد الإمام عنده مجموعة من المطويات، عندهم يعني هنا مجموعة من المطويات يكتب فيها، هذه مثلا يعني أخذ المطوية أكتب فيها معلومة معينة ثم أضعها يعني خلال يوم يومين ثلاثة أربعة، يعني أيام الأربعاء أو الخميس يكون الموضوع قد طبخ يعني في إذا صح التعبير في ذهن الخطيب أو الإمام، ثم بعد ذلك يبدأ ضبط الموضوع، أكتب الموضوع كاملا بما فيه من آيات أحاديث إلى آخره من خلال في ورقة معينة، ثم بعد ذلك أبدأ في عملية ضغط، ضغط الموضوع يعني الاختصار، الاختصار الاختصار، ثم يخرج الموضوع في شكل ورقة أو ورقة صفحة أو صفحتين، ثم بعد ذلك أقوم بعملية نقل هذه الخطبة إلى مطوية، إلى مطوية أتكلم فيها عن محور أو محورين في الخطبة. يوم الجمعة، يوم الجمعة أدخل إلى هذا المكتب في حدود الساعة العاشرة، يعني في حدود الساعة العاشرة أو التسعة ونصف، حتى يعني أطبخ الموضوع أو أزيد الموضوع استيعابا، استوعب الموضوع أكثر، فألخص هذه الصفحة أو ثلاث صفحات في مطوية. فخطبة اليوم مثلا هي تتكلم عن مدرسة رمضان، مدرسة رمضان، مدرسة رمضان. أيها الإخوة أنبهكم وأنبه نفسي، نحن الآن ندخل إلى مدرسة لننقي فيها القلوب لعلكم تتقون، أياما معدودات ثم ألقيها، يعني هكذا حفظا
وهذا يعني يختلف من خطيب إلى خطيب، منهم من يلتزم بالورقة وهذا يعني أمر عادي، وهذا يعني أمر مستحب يعني أو أمر يعني جائز، وهناك من لا يريد أن يلتزم بالورقة لأن الورقة تشغلك عن الاهتمام بالمصلين والنظر إليهم، مما يجعل المصلي يكون مشدود معك ويتبع الخطبة ويتبع العناصر، والنظر إلى الورقة يعني يجعل هناك فيما أرى يعني الخطبة تكون أقل تأثيرا. لكن في النهاية أنه ثقافة الخطيب يعني ثقافة الخطيب السابقة والدائمة هي الزاد الحقيقي لخطبته، وهي المورد الأساسي لنوعية الخطبة. الإمام هو محل اهتمام من طرف المجتمع، مراقبة ومحاسبة ولوما ومدحا وذما إلى آخره، فبالتالي الإمام الناجح هو يكون متوازن. أول نقطة أنا أنبه للخطيب وللإمام هو أن يكون طبيعي، أن يكون طبيعي، يعني يكون قولة ورثتها عن بعض الخطباء، قل إذا قالوا إذا أردت أن يشيخك الناس فلا تتشيخ عليهم، يعني إذا حبوا الناس يديروك شيخهم أنت ما تكون الشيخ عليهم، خليهم هم يشيخوك، بمعنى يعني إياك تتصنع شكلا للإمامة وخشوعا وهكذا بحيث تجعل الناس يعني يتعامل معك بنوع من الحسد، لا، إنما الخطيب هو إنسان عادي، إنما أنا بشر مثلكم، فبالتالي أنت تجعلهم يتحملون معك مسؤولية التغيير، مسؤولية النصيحة، مسؤولية أنت أيضا تخطئ وتصيب، وبالتالي هو أقرب الخطيب الأقرب إلى المجتمع هو الخطيب الناجح. الإمام عبد الحكيم الذي يقوم بعمل جبار في نظافة هذا المسجد وفي عمله الجبار الذي يتمثل في مثلا قفة رمضان في توزيعها. والله في والله رأني في أحسن حال وارتياح بال إن شاء الله، من حيث الإمام ولا من حيث المقرئ ولا من حيث ذاك إن شاء الله، من حيث العمال ولا ذاك إن شاء الله، أنا راني ملتزم هنا في المسجد دائما والحمد لله، أكتب فيه الله يبارك نظيف كل واحد وعنده لا ذاك، الحمد لله رب العالمين. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.